بيفكر شويه بالقصه. لا لازم يبقى في وعي ذاتي، يعني الوعي الذاتي عند الناس لازم يبقى في اعلى مراحله في الوقت الحالي. تمام. انت النهارده شايف دوله زي ايطاليا دوله من الدول المتقدمه، دوله من الدول اللي عندها امكانيات اعلى من دول افريقيا كلها مجتمعه. طبعا بيحصل فيها حاجات احنا ما فيش حد عارف يفسرها ولا عارف يفهمها. وفي ايه هناك بيحصل؟ ايه الليفل العالي قوي اللي وصلوا له ده؟ عدوا الصين، تخطوا مرحله او المكان البؤره اللي كان فيها الوباء نفسه. فلا يا جماعه لازم نفوق شويه، لازم نلتزم بالتعليمات شويه، نلتزم بتعليمات النظافه، نلتزم بتعليمات الجلوس في البيت. لاول مره الحكومه بتدي الناس اجازات بالزبط. مفتوحه، بتقول لهم اقعدوا في بيوتكم، والناس بتنزل اللي بتنزل للاسف. حاجة غريبة بصراحة، يعني احنا ده لو بيحصل في فيلم من افلام هوليود ممكن ما كناش نصدقه. انت لو تقول لي من 15 يوم ان الحكومة هتدينا اجازة مفتوحة وتقول للناس اقعدوا في بيوتكم ومرتباتكم موجودة واجازاتكم مش هتتخصم من الاجازات بس التزموا واقعدوا في البيوت، ده ما حدش كان هيصدقه، كان يقول عليك انت ده خيال علمي. صح صح، ما حدش يتوقع ان ده كان يحصل خالص. فنتمنى ان الوعي يزيد شوية عن الناس. احنا الحمد لله رب ساترها معانا شويه لحد دلوقتي. اه الحمد لله. نتمنى ان ربنا يلطف بينا، ونتمنى ان احنا نساعد نفسينا، يعني المساله ان انت ساعد نفسك بس. لازم نخاف شويه، نحس بالخطر شويه. مش مساله لأن يعني الموضوع خطر فعلا. هو الموضوع واصل في بعض الدول للاسف الشديد لرعب، تعدى الخوف والكلام من ده تحول لفيلم رعب بيعيشوه للاسف الشديد في بعض الدول بس. يعني اسبانيا ولا ايطاليا ولا احنا يعني امكانياتنا للاسف الشديد ممكن تكون محدوده عن الدول دي. فنتمنى ربنا يلطف بينا وما نوصلش لهذه المرحله النهائي، خصوصا ان الحكومه بصراحه بتتعامل بشكل ممتاز في الملف. مجهود كبير قوي قوي، وسيناريوهات بس احنا لازم سيناريوهات مسبقه كانت محطوطه للتعامل مع كل موقف. والناس يعني انا ما شفتش رئيس الحكومه طالع بيناشد الناس بيقول لهم اقعدوا في بيوتكم. مرتباتكم هتوصل لكم، الاكل والشرب موجودين. والناس هي اللي مش ملتزمه، يعني ده في 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 خلل كده في الموضوع غير منطقي للاسف الشديد. البعض من المصريين لسه مش حاسس بخطوره الوضع والموقف. احنا لغايه دلوقتي مسيطرين نوعا ما عن القصه، لكن ممكن تفتح مننا بشكل او باخر لا قدر الله لو ما التزمناش بالتعليمات ان احنا نقعد في البيت. الموضوع بسيط جدا، نقعد في البيت والدنيا ان شاء الله تتحل باذن الله. ربنا يعدي على خير باذن الله. مدى تاثر الرياضه بفيروس كورونا من وجهه نظرك؟ الرياضه احد القطاعات اللي تاثرت، لان العالم كله تاثر، هي مش رياضه بس. للأسف الشديد في دول بتقفل مصانع وبتقفل شركات وبتقفل بنوك كمان. الموضوع تخطى حدود الخسائر المنطقية أو اللي ممكن تقدر تحسبها بالورقة والقلم وتقول أنا هخسر كام. مجلة فوربس الأمريكية كانت عاملة تقرير بتتكلم فيه إن خسائر القطاع الرياضي في خلال شهرين فقط لغير، اللي هو من 1/3 للمتوقع أن هو يستمر لحد شهر 5، بتتكلم على 5 مليار دولار خسائر في شهرين فقط لغير. نتمنى ونأمل وندعو ونبتهل إلى الله عز وجل إن الموضوع ما يطولش عن كده إن شاء الله، لأن هتبقى الخسائر يعني بغض النظر عن الخسائر المادية اللي ممكن نحسبها الورقة والقلم، خسائر أرواح كمان. ودي اللي لا تعوض أو لا أكيد. وما حدش يقدر يحسبها. ومش هتدخل في حسابات ورقة وقلم وفلوس والكلام من ده. ولكن بنتكلم إن في خسائر مبدئية في خلال شهرين فقط لغير في قطاع الرياضة بس. مجلة فوربس كانت عاملاها بتقول 5 مليار دولار، مبلغ كبير أوي، مبلغ ضخم. عوائد اعلانات وعوائد رعايه وعوائد طبعاً. تذاكر بيع مباريات في في في, في مباريات كره، مش كره قدم بس. يعني بتتكلم ان اكثر القطاعات المتضرره من التوقف هي كره السله الامريكيه طبعا. NBA كره السله الامريكيه هي بتتصدر، القطاع اللي بيخسر اكبر الخسائر هو NBA، وبعديها البيسبول، وبعديها بتيجي كره القدم. في شهرين عشان كرة السلة الأمريكية أكتر شعبية هناك بالظبط. هي بتتكلم في خلال شهرين كمان، يعني ال 5 مليار دولار دولت بتتكلم في خلال شهرين فقط. هي حسبتهم في خلال شهرين اللي هو من 1/3. في دوريات بتتكلم إن هي ممكن ترجع على شهر 5 اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ونأمل وندعو الله سبحانه وتعالى إن الموضوع يعدي على خير يعني. يا رب بإذن الله. بالتالي عايز أسألك على الأولمبياد والاتجاه الأقرب للأولمبياد، إيه اللي هيحصل؟ هل هتؤجل، تلغى، تتلعب في ميعادها حسب التاكيدات اللي بتيجي من الحكومه اليابانيه مثلا؟ حصل ان القرعه اتاجلت. تمام. قرعه الاولمبياد بتاع كره القدم اللي كانت هتتعمل في شهر ابريل دي تم تاجيلها لاجل غير مسمى. في رايين، راي الحكومه اليابانيه نفسها لحد النهارده ولحد تاكيدات من رئيس الوزراء الياباني بيتكلم ان لا، ميعاد القرعه، ميعاد الاولمبياد هيتلعب في ميعاده في شهر يوليو اللي جاي ان شاء الله بدون اي تاجيل، وان الاستعدادات على قدم وساق رغم كورونا وانتشارها في اليابان والكلام، بس لا،
الحكومة اليابانية وتأكيداتها كلها بتتكلم ان دورة الألعاب الأولمبية هتلعب في ميعادها. الرأي الثاني رأي الأولمبيين واللجنة الأولمبية نفسها. في بعض الأولمبيين شايفين ان توقف النشاط ده أثر عليهم وأثر على استعدادهم واستعداداتهم للمنافسات. ما الناس ما بقتش جاهزة، الناس ما بقتش بتروح تتدرب، الناس قاعدة في بيوتها. في ناس لسه ما تأهلتش. وفي ناس لسه ما تأهلتش. فالموضوع بقى لا يا جماعه، طب احنا انتوا ازاي هتخلونا نلعب اصلا واحنا خايفين على حياتنا؟ مش المساله مش هزار. بالظبط. وكندا النهارده اعلنوا انسحابوا لو البطوله هتبقى في ميعادها. في بالفعل في دول بتفكر ان هي لا مش هنلعب، مش هنودي رياضيين للمصير مجهول. صح. يعني الناس لسه مش فاهمه في ايه ممكن يحصل في الفتره اللي جايه، ولكن انا اتوقع ان استمرار الوضع لشهر كمان بالوضع الحالي هتضطر الحكومه اليابانيه انها ترضخ للضغوط وتاجل، لان يعني ما قدامكش حل تاني. بس هو القرار في الاخر بيبقى اللجنه الاولمبيه الدوليه، يعني هم لغايه دلوقتي برضو ما خدوش قرار. هم ما خدوش قرار، بس شايفين تاكيدات من الحكومه اليابانيه ورئيس الحكومه اليابانيه نفسه طلع في تصريحات ان هم جاهزين، ان هو جاهز في وفي ميعاده. مش 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 لاخر السنه زي ما اتقال في بعض التصريحات. لا، ده انا بيقول انا جاهز وفي الميعاد المحدد. فلسه الموضوع لسه محل دراسة، كل حاجة لسه محل دراسة، مفيش حد عارف بكرة أو خلال الساعة اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل. طبعا نتمنى أن أنا شخصيا أتمنى أنها تلعب في معادة، يعني أتمنى أن في خلال شهر الموضوع يكون انتهى والكابوس اللي احنا عايشينه ده نفوق منه على خير إن شاء الله، وأن دورة الألعاب الأولمبية تلعب في معادة بإذن الله. أتمنى ده. طب الدوري المصري ممكن يكون مصيره ايه؟ الأقرب برضو طبعا احنا ما نقدرش نتوقع، لكن في نفس الوقت البعض يقول لك الأفضل يتم إلغاء الدوري.